مش هتقفل الباب؟ برد. بص بقى، بسم الله ما شاء الله، ايه كل ده؟ دي اقل حاجة عندي. يلا بقى كل. عذبوك قوي؟ شكلك كان تعبان قوي من امبارح. بس انت عارف، انت كبرت قوي في عين المعلم امريكان، وناوي كده يحطك في المكان اللي تستحقه. المهانة بتوجع اكتر من الضرب يا مريم. بعد الشر عليك من المهانة، ده انت سيدي الناس كلها. اهو سيدي الناس ده كل على قفاه لحد ما قفاه شقه. معلش، بكره تكبر وتعلى وتاخد حقك من اللي ضربك الطقطقين. طول ما احنا في الكار ده عمرنا ما هنعرف نرد حاجه، هنفضل مستخبين كده على طول. بدينا اهو بناكل احسن اكل وبنشرب احسن شرب، بس مستخبين زي الفران في الشتاء. كبقول لك على فكره، قولي. انت تقرب قوي من معلم امريكي لغايه ما تعمل لك قرشين وتهبط. اللي بيدخل الكار ده وبيكبر فيه لدرجه انه يكسب منه ويبقى له قيمه بجد، ما بيخرجش منه الا على التربه. بعد الشر عليك يا غالي. ايه بتبص لي كده ليه؟ كل بقى. بتعملي معايا كده ليه؟ عشان اكد على يا حصر. اعدلك يعني؟ عدي. شكلك كده نفسك تسمع حد بيقول عليك كلمتين حلوين. لو من اي حد تاني غيرك يا مرقد مش عايز اسمع. تسلم لي يا غالي. طب كل ده بقى وبعدين اقول. علشان جدع مخلص وطيب، هو يعني ما يبانش عليك بس والله طيب، وشكلك كده كمان حنين. عارف يا سالك، أنا أمي رميتني في الكار المهم بتاعها ده من بدري. عارف، أنا ساعات كنت بحس إنها مش أمي، كانت بتقسى عليا أوي، كانت بتقسى عليا أكتر من أي بنت كانت شغالة معاها، حتى أكتر من البنت اللي بتعملها الشيشة. أنا مش عارفة هي كانت بتعمل معايا كده ليه، يمكن عشان كبرت وكبرتها معايا. مش عارفة إذا كانت عايزاني ولا بتغير مني ولا هي أصلا مش أمي. لحد ما جه أمريكان وكبرها في دماغها إنها تسيب القار بتاعها وتخش مع كار المخدرات بفلوسها. أياميها إحنا كنا في المعادي وهو كان لسه خارج من آخر حبسة ليه، كان زبون مجرد زبون. بس عارف إيه اللي عجبها فيه؟ إنه لما جالنا ساب كل البنات وراح لها هي. ساعتها حصل لها كده حاجة غريبة، حست إنها صغرت يجي 20-30 سنة، رجعت موزة تاني، حبته وديت له دماغها وفلوسها، وفي يوم وليلة مشيت كل البنات اللي عندها.
عشان كنت حاسة بهمشوني. كنت واقفة وسط البنات مستنية أخد حسابي وأمشي أنا كمان، لكن ما حصلش. ومن يوميها وأنا قافلة على نفسي باب الرجالة ده بالضبة والمفتاح، ومحرمهم عليا زي حرمة الأخ لأخته، لحد أنت ما اتمسكت. يمكن وأنت في وسطينا أنا ما كنتش حاسة بيك، يمكن بصيت لك مرة أو مرتين، ويمكن حسيت بقفشتك عليا لما روحنا السهرة بتاعت الراجل بتاع أمريكاني وهو بيعاكسني. أقول لك على حاجة وما تفتنش؟ قول يا مرة. أنا أمي وأمريكاني كانوا مأكدين عليا إن أبسط الراجل ده قوي وامشي على كيفه على آخر، بس أنا بقى لما شفت البصة دي في عينك فوقت له وصحصحت له قوي علشان خاطر اقومه مبسوط من غير ما يطول شعره واحده مني. بس عارف بقى انا ايه الهم اللي شاغلني ومش بخليني عارفه انام؟ حاجه قاسيه قوي بس عادي انها تحصل. ايه يا ترى في راجل يعرف عني كل اللي انا عايشته ده ويعوزني زي ما انا عايزاه؟ انتي هنا يا حبيبتي؟ ازيك يا طنط؟ ازيك؟ وحشاني. تعلمتي البكش من عمر؟ ليه بس كده يا طنط؟ انا كنت وحشاكي بجد، كنت رفعت السماعة في التليفون وكلمتيني. عمر حبيبي انت هنا؟ ايوه انا هنا، انا البكاش. ازيك يا قلبي؟ الحمد لله. في دي بقى يا طنط معاكي حق، وانا جيت لك النهارده عشان اصالحك اهو. خلاص ارمي بياضك بقى. يا جزر. ايه جزر ده؟ هتشوفي. سيب يا حبيب قلبي يا حبيبي. يا حبيبي ويا روحي ويا قلبي، ايه عمر ده ملوش وجود خالص، كلب بلدي معدي في المنطقه. يا حبيبي انت نور عينيا من جوه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. كنت فين كل ده؟ بشتغل. اشتغل ايه ده؟ هي مامته وافقت؟ طبعا. مالكيش دعوه بموضوع مامته ده خالص، فريده خلصته خلاص. المهم ان هو موجود وفي حضنك وتربيه بالطريقه اللي انت شايفاها. مش اللي انا شايفاها، اللي المفروض يتربى بيها. ماشي المفروض يتربى بيها. المهم ان هو موجود. طيب مامته عامله ايه دلوقتي؟ طب اقول لك ما تشغليش بالك بيها خلاص. الله، هي بس لو احتاجته ويبات مع اخواته كل خميس وجمعه هتيجي تاخده وترجعه لك السبت الصبح. هو ده انت عايزاه؟ ايوه. عارف يا واد انت احلى حاجه فيك ايه؟ قولي اي حاجه حلوه كده من الكلام بتاع زمان، بقالي كتير ما سمعتوش. انك قادر تعمل كل حاجه عشان تريح الكل، بتسمع الكل، وشايل هم الكل ومحدش شايل همك يا حبيبي. اه والله. فريده يا حبيبتي انا حقيقي ما بتدخلش في حياتكم ولا مشاكلكم، بس عارفه ليه؟ عشان انا متاكده ان انت بتحبي عمر قوي وهتستحملي تعبه. اوعي تزعلي منه يا فريده، لانك لو زعلتي منه مش هيوافق ان احنا نشيل همه، مع ان هو ما بيحكيليش اي حاجه خالص، وانا ده طبعا بيتعبني وبيضايقني قوي، بس برضه بيخليني مصره اني اعمل كل اللي جوايا وكل طاقتي عشان تفضلوا انتوا الاثنين سعداء مع بعض. يا رب يخليكي لنا يا طنط. انت ليه بتطمن قوي كده؟ ياد انت عامل مصيبه، مصيبه مخلياني مش قادر اقيم عيني في وش اي حد بطلب منه خدمه. انت خلاص دقت بيك، ما لقيتش في الدنيا غير البت الكسر دي. ما تخافش يا حاج، استاذ فؤاد خلص الموضوع خلاص. لا عين امك ما خلص، حتى لو ما خدناش حكم فاهم انها ايه؟ هتعدي جهجهوني كده؟ هيعملوا ايه يعني يا حاج؟ انا اقول لك هيعملوا ايه. لو ابوه حطك في دماغه الموضوع مش هيعدي على خير. النهارده جاني خبر انه حرك الموضوع في النيابه. امال فاروق سلطان ده مش سهل. جيبها جمال يا رب.
طب انت الحاج شايف نعمل ايه؟ انا شايف سكه ملهاش تاني انك تقعد مع عمر. انتوا في الاخر زمايل، وممكن بكلمتين او انت تبلفوا تلفتوا. معلش طاطي يا عادل، طاطي المره دي، ابوك ياما طاطا، طاطي عشان نعدي ونبقى فل، طاطي. وانت عارف الكومي ما بيسيبوش حقهم، بعد كده ابقى خده بالكوميه. طاطي عشانك وعشاني، طاطي عشان ابوك. يعني هعمل ايه يا حاج؟ انا لبست له الوش من اول لقطه. لا اقلعه واشتري بقى، اشتري وانتو، وكلمه في الحنين، في الزماله، العيش والملح، اخته بوده، فهمه انك غلط وان اللي حصل ده مش هيتكرر، وكل بق بتقوله له دخلوا فيه الزماله والعيش والملح. معلش معلش، فاهم فاهم عادل؟ عديها عديها عشان خاطر ابوك لاجل النبي. فاهم حاجة؟ فاهم. لازم يعني تنزلي؟ كنت وصلت كان لحد البيت، وبكره الصبح عدى عليك اجيبك عجله. معلش يا حبيبي، بكره عندي مشوار مهم ولازم اروح، يعني في واحده صاحبتي لازم اعدي عليها واخد منها لوحات، يعني العربيه لازم. طب ما هي تجيبها لك. لا ما تقدرش، حالتها صعبه ومتضايقه، وانا لازم اقعد معاها. ماشي بس اول ما تدخلي من باب البيت تكلميني. تمام يا باشا. ثواني. الو مساء النور. هو انت مش رايح الاسم النهارده؟ طب خلاص بكره نتقابل ونرتب كل حاجه. لا لا على ايه، انا تحت امرك. ماشي ماشي، مع السلامه. مع السلامة. مين ده؟ عادل. عادل؟ عادل مين؟ عادل الكومي، الضابط بتاع مشكلة رباب. وهو عاوز ايه؟ عايز يقعد معايا لوحدنا. لوحدنا؟ ليه يعني؟ تقريبا كده غلب حماره هو وابوه وعايز يتفاوض. وانت هتعمل ايه؟ مش عارف، بس اكيد هسمع الاول بعد كده اقرر. عمر. ايه يا حبيبي؟ انا عارفه ان انت ما بتحبش ان انا اتدخل في شغلك، بس عايز اقول لك على حاجه، ولو ما عجبتكش ارميها من الشباك اللي جنبك. عمرك انت ما تقولي حاجه واعرف ارميها. قولي يا حبيبي. البنت دي ملهاش حد في الدنيا دي يسندها قدام الناس دي كلها غيرك انت. شوف خطي يا عمر، ما تتخلاش عنها. أول ما تخشي البيت تكلميني. طبعا طبعا. يلا لا إله إلا الله محمد رسول الله.